إن شاء الله تمام. كيف صحتكم؟ اشتقت لكم كتير، اشتقت تكونوا معي بالصف، اشتقت ندرس سوا، نتعلم سوا، اشتقت لحكيكم، كلامكم، إزعاجكم الحلو اللي كنت كتير هلأ أنا فاديته. بحبكم كتير. معكم الشيخ الخطيب من رياض ومدارس جامعة الزرقاء الصف الأول دال. حسب الخطة الأسبوعية أول عنا اليوم إن شاء الله درس اللغة العربية، كتاب اللغة العربية. أخذنا في الأسبوع الماضي، بدأنا في وحدة جديدة هي وحدة الغراب والجرة، أخذنا فيها درس الاستماع ودرس المحادثة. اليوم عنا درس جديد كتير حلو. اليوم يا أول درسنا بيحكي عن قاعدة جديدة رح نتعلمها عشان صرنا كبار، قاعدة تخلينا نستفيد منها في المحادثة، في الاستماع، كيف نصير لغتنا أقوى، كيف نستطيع أن نتحدث عن أي جملة، عن أي شيء حوالينا. اليوم درسنا بعنوان ظرف المكان. رح نتعرف مع بعض شو يعني ظرف المكان، متى أنا بستخدم ظرف المكان في الجملة، وكيف بدي أميز أنا ظرف المكان أو أستخرجه من جملة معينة أو من نص معين أستخرج هذا الظرف. رح نتعلم مع بعض، رح نمشي إن شاء الله خطوة خطوة مع بعض. الدرس كتير حلو، كتير ممتع، ورح تستفيدوا وتستمتعوا فيه معي إن شاء الله. أول شيء لازم نتعرفه، نعرف شو يعني ظرف المكان. أول شيء لازم نعرفه أنه ظرف المكان هو اسم يأتي ليبين مكان وقوع الفعل. هاي الجزء الأول. شو يعني؟ أول شيء نعرف أنه هو اسم، يعني هي كلمة بالأحرى عشان تتميزوها، نستخدمها عشان أنا أبين مكان شيء معين، عشان أنا أوضح أو أعبر عن مكان شيء معين. فأنا بدي أتحدث عن هذا الإشي وين موجود، فأنا بستخدم كلمة بسميها ظرف المكان. تمام؟ وكيف بدي أميز أنه هاي ظرف المكان؟ أنا بسأل، بتكون جواب لسؤال أين، فأقول أين الشيء اللي بدي إياه، فالجواب بيكون هو ظرف المكان. إذن رح نتعرف اليوم على ظرف المكان. هلأ رح نفهم شو يعني إنه هو اسم ببين مكان وقوع الفعل، شو يعني أنا بدي أسأل بأين. رح نستخدمها من خلال أمثلة متعددة عشان نوصل للمفهوم اللي حكينا عنه، اللي هو اسم يأتي ليبين مكان وقوع الفعل ويصلح أن يكون جواباً لسؤال أداته أين. بدي أكم تركزوا كثير معي، بدي أكم تنتبهوا لكل كلمة بحكيها ولكل مثال أنا بشرحه عشان نكون واضحين. يعني أول شيء درسنا اليوم عن ظرف المكان. ظرف المكان أول شيء، طبعاً إحنا عندنا ظروف المكان كتيرة، رح نتعلم منها جزء منها اللي هو فوق، تحت، أمام، خلف. هذا الشيء طبعاً لازم تتعرفوا، تعرفوا شو يعني كل ظرف من هذول الظروف، متى بستخدم كل ظرف من هذه الظروف، وأقرأها عشان أستطيع أني أستخرجها من أي نص. سأكرر من ظروف المكان اللي رح نتعلمها اليوم: فوق، تحت، أمام، خلف. مرة تانية: فوق، عيد وراي، فوق، تحت، أمام، وخلف. فوق، تحت، أمام، وخلف. لدينا الآن صورة، الصورة فيها دمية وفيها طاولة. رح نستخدم ظرف المكان عشان أوضح لكم أنا كيف بستخدم ظرف المكان لوصف شيء معين، وكيف أنا بدي أجاوب على سؤال باستخدام ظرف المكان. أول شيء ممكن أسألك في الصورة رقم واحد، انظر إلى الجهة رقم واحد، سأخبرك بالجملة، انتبهوا معي. تقع الدمية فوق الطاولة. الدمية فوق الطاولة. الدمية فوق الطاولة. انظر إلى الصورة رقم اثنان، الدمية تحت الطاولة. الدمية تحت الطاولة. إذن في الصورة رقم واحد الدمية فوق الطاولة، في الصورة رقم اثنان الدمية تحت الطاولة. إذن استخدمت كلمة فوق وكلمة تحت لأخبركم أين هو موقع هذه الدمية بالنسبة للطاولة. إذن لازم يكون في عندي إشي أنا بدي أشرح وين مكانه، ولازم يكون في عندي شيء ثاني بالنسبة إله، يعني موقعه بالنسبة لشيء آخر. فأقول
الدمية، أين الدمية؟ الدمية فوق الطاولة. إذا عندما سألت أين، جاوبت بظرف مكان. طيب في الصورة رقم 2، انظر إلى الصورة رقم 2، أين تقع الدمية؟ انظر سؤالي، أين تقع الدمية؟ سيجيب أحدكم الدمية تحت الطاولة. تحت الطاولة، استخدمنا كلمة تحت. إذا أول كلمتان سوف أستخدمهما في ظرف المكان، فوق وتحت، فوق وتحت، فأقول الدمية فوق الطاولة وأقول الدمية تحت الطاولة. طيب انظروا إلى القطة هنا في الصورة رقم 1، أين مكان القطة أو أين تجلس القطة؟ في الصورة رقم 1 تجلس القطة فوق الكرسي. تجلس القطة فوق الكرسي، فوق الكرسي. أما في الصورة الثانية فإن القطة تجلس تحت الكرسي. القطة تجلس تحت الكرسي. يعني إذا سألتك في الصورة رقم 1 أين تقع القطة أو أين تجلس القطة؟ تجلس القطة فوق الكرسي. في الصورة رقم 2 تجلس القطة تحت الكرسي. طيب لو كان السؤال مثلا املأ فراغ فوق وتحت والسؤال يقع رقم 1، تجلس القطة فراغ الكرسي، شو منحط؟ فوق أم تحت؟ منحط فوق الكرسي. أحسنتم. عند الصورة رقم 2 تجلس القطة فراغ الكرسي، فوق أم تحت؟ تحت الكرسي. أحسنتم. إذن عندما أنظر إلى الصورة فإني أستطيع أن أستخدم ظرف المكان فوق أو ظرف المكان تحت لأعبر عن مكان شيء معين. تمام؟ تمام؟ طيب ممكن نستخدم ظروف أخرى، مثل هنا انظروا إلى المظلة في الصورة رقم 1، المظلة خلف الطفل، هي هو واقف والمظلة خلفه. إذا أقول في الصورة رقم 1 المظلة خلف الطفل. انظروا إلى الصورة الثانية رقم 2، المظلة أمام الطفل، المظلة أمام الطفل. طيب لو أنا بدي أستخدم المظلة بالأول فأقول المظلة في الصورة رقم 1 خلف الطفل، أما في الصورة رقم 2 المظلة أمام الطفل. طيب لو أنا بدي أحكي لك كلمة الطفل بالأول فأقول في الصورة رقم 1 يقف الطفل أمام المظلة، وفي الصورة الثانية يقف الطفل خلف المظلة. إذن عندما أستخدم كلمة أمام أو كلمة خلف لازم أنتبه يا أول للكلمة التي في بداية الجملة، أنا شو بدي أوصف؟ فأقول المظلة فراغ، فأنا بعرف إن أنا بدي أوصف المظلة، هي مكان المظلة، هل هي أمام أم خلف الطفل؟ انظر إلى رقم 1، المظلة فراغ الطفل، هل هي أمام أم خلف الطفل؟ أحسنتم، هي خلف الطفل. طب في الصورة رقم 2، المظلة أمام أم خلف الطفل؟ أحسنتم، أمام الطفل. طب مثال آخر، انظر إلى الطفل الذي اسمه رامي والفتاة التي اسمها رباب، فأقول رامي أمام رباب. هاي انظروا، رامي أمام رباب. إذن رباب أين ستكون؟ رباب خلف رامي. أحسنتم. إذن هنا أستطيع أن أستخدم كلمة أمام أو كلمة خلف لأوصف مكان رامي بالنسبة إلى رباب، فأقول رامي أمام رباب. إذن يقف رامي أمام رباب، تقف رباب خلف رامي. إذن نرجع مننبه للنقطة الأساسية، لازم أنا لما بدي أوصف مكان شيء أعرف شو الشيء اللي أنا مطلوب مني وصفه، فبنظر لأول كلمة المراد وصفها. مثال آخر،
انظروا إلى القطة في السور رقم 1، أقول القطة أمام الكرسي، هي انظروا هل هي فوق الكرسي؟ لا. هل هي تحت الكرسي؟ لا. هل هي خلف الكرسي؟ لا. القطة أين؟ أمام الكرسي. أما في الصورة الثانية فأقول القطة خلف الكرسي. إذن لو طرحت سؤال، من يخبرني أين القطة في الصورة رقم 1؟ القطة أمام الكرسي. أين القطة في الصورة رقم 2؟ القطة خلف الكرسي. أحسنتم. طيب، إحنا أخذنا إذن 4 من ظروف المكان، حكينا أمام، خلف، وفوق، وتحت. طيب، بس هذول بقدر أستخدمهم؟ ممكن أستخدم ظروف مكان أخرى عشان أوصف مكان إشي تاني؟ ممكن. أعطيكم إشي زيادة. انظروا إلى الصورة رقم 1، في عنا صندوق وفي عنا قبعة. أنا بدي أوصف القبعة. هلأ القبعة هي مش فوق الصندوق ولا تحت الصندوق ولا أمام الصندوق ولا حتى خلف الصندوق، فأقول القبعة بجانب الصندوق. هاي كلمة أخرى لازم أن نتعلمها، كلمة جديدة إضافية. على الأربع الأساسيات إحنا خلصناهم، لما فوق وتحت وأمام وخلف، هدول إضافيات عشان أنتوا تكونوا أروع، عشان تكونوا شاطرين أكثر. فأنا أقول القبعة بجانب الصندوق. انظر إلى الصورة الثانية رقم 2، أين القبعة؟ القبعة داخل الصندوق، ليست فوق. انظروا كيف، داخل الصندوق. إذا أستطيع أن أستخدم كلمة بجانب أو كلمة داخل عشان أوصف ظرف مكان آخر. يعني أخذنا 4 ظروف مكان، فوق، تحت، أمام، وخلف، وأيضا أضيف إليهم بجانب وداخل. هاي ظروف المكان اللي لازم نتعلمها، اللي لازم نستخدمها في التعبير، في الشرح، في الوصف مكان شيء معين، في الإجابة عن بعض الأسئلة. مراجعة أخيرة. انظروا إلى، لدينا صندوق ولدينا طفل. راح أحكي رقم الصندوق وأوصف الطفل. ركزوا معي، هاي مراجعة كاملة لكل الظروف. رقم 1، الطفل فوق الصندوق. الطفل فوق الصندوق. عند رقم 2، الطفل تحت الصندوق. الطفل تحت الصندوق. في الصورة رقم 3، الطفل خلف الصندوق. الطفل خلف الصندوق. أما في الصورة رقم 4 فأقول الطفل أمام الصندوق. الطفل أمام الصندوق. في الصورة رقم 5 أقول الطفل بجانب الصندوق. الطفل بجانب الصندوق. في الصورة رقم 6 أقول الطفل داخل الصندوق. إذن أنا وصفت مكان هذا الطفل باستخدام 6 من ظروف المكان، فوق، تحت، أمام، خلف، بجانب، وداخل. تمام؟ هاي هي كل ظروف المكان مطلوبة منكم. طيب يلا نلعب لعبة. ركزوا معي أول. اللعبة بدنا نجاوب فوق أو تحت. عندنا مجموعة صور وإحنا رح نختار أحد ظرفي المكان، فوق أو تحت. فأقول ركزوا معي، هاي هالصورة، لدينا طاولة ولدينا مجموعة من الأشياء، بدنا نختار منهم كلمة واحدة، يا فوق يا تحت. بنحلها مع ماما بصوت عالي. فأقول الكرة، ننظر إلى الكرة، هل هي فوق أو تحت الطاولة؟ المزهرية، هل هي فوق أم تحت الطاولة؟ لحالك جاوب. القلم، هل هو فوق أو تحت الطاولة؟ الكتاب، فوق أو تحت الطاولة؟ القط، هل هو فوق أم تحت الطاولة؟ جاوبوا مع ماما ودولي خبر شو بيصير معكم بالجواب. وهيك بنكون خلصنا مع بعض ظرف المكان. بنراجع لمرة أخيرة، عنا 4 ظروف أساسية لازم تتعلموها أنتوا، اللي هي فوق وتحت،
أمام وخلف، عندنا ظرفين نستخدمهم برضو وحلو تكونوا بتعرفوهم اللي هم بجانب وداخل. تنسوش إنه أنا عشان أميز ظرف المكان بسأل أين، أين الموقع عشان نعرف ظرف المكان. بحبكم كتير ويعطيكم ألف عافية، وفي ورقة عمل راح أرسلها عشان تحلوها مع ماما وتبعتوا لي الأجوبة.